السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات عالم توتاو. هنبدأ النهاردة في عالم توتاو، هنعمل مبادرة جميلة لأبناء مينية النصر والناس اللي قريبة من مدينة مينية النصر، ممكن يحضروا معانا مبادرة المهندس الصغير، ودي فرصة لإنقاذ أولادنا من إدمان التليفون والتابلت. ولكن قبل ما أبدأ، اللي عاوز يجي يحضر معانا ممكن يحضر معانا في البيت أو نطلع بره في مكان عام لو الكهرباء قطعت، واللي أماكن بعيدة طبعاً ممكن يتابعونا على القناة على اليوتيوب قناة عالم توتاو. هنبدأ النهاردة مع محمد وسامي وإسماعيل أصدقائنا الحلوين بعد الفاصل. هنبدأ مع بعض شبابنا الحلوين، هنبدأ نركب أول حاجة الجزء اللي في الخلف. هنركب الجنب ده الحيطة اللي ناحية اليمين يا محمد، ممكن تركبها معايا أنت وسامي اهي، دي مكانها هنا، الحتتين دي الاثنين دول هركبوا ايه مع ده، هتركب الاثنين دول هنا. تمام، برافو عليك يا محمد، نساعد محمد عشان في جزء هنا ورا هيركب. وسامي برافو عليك يا سامي، هنلف البيت كده عشان نوصله. الحتتين دول هيركب فوق الجزء. تمام، الجزء ده هيركب هنا. محمد هيركب الجزء ده، محمد برافو عليك يا محمد. تمام يا سامي، تمام برافو عليك. تعالى يا محمد هنا كده، بص شايف الحتتين دول بيختلوا كده، خليك معايا في نفس الوقت يا سامي عشان في نفس الوقت ركز. طبعا عشان نركب الجزء ده لازم نركب الجزء الصغير ده، ودي التفاصيل اللي احنا بنهتم بيها والاطفال لوحدهم هيركزوا فيها، وبعد كده اتنشط عندهم روابط عصبيه تخليهم يحبوا المجسمات الخشبيه دي ويبداوا يركبوها بكل سهوله. دي تركب هنا كده، سيبها كده ما تركبش. وكمان مش ناسيين بعد ما جمعنا البيت نشغل الإضاءة.